اليوم جستمو حبيت نحكي على موضوع مهم اللي توشي بزاف الناس بصح مجهول من الببليك، اللي هو لابني دو سومي، ثم تقطع التنفس اثناء النوم. مشاهدينا، موضوعنا التطبيقي لنهار اليوم عنده علاقه مع الجمال. راح نشوفوا لا ميزوثيرابي، يعني عنده علاقه مع جمال بشره الوجه. وشنو هي لا ميزوثيرابي؟ alors la ميزوثيرابي هي عباره عن حقن على مستوى البشره، نحقنوا ماده او عده مواد على حسب المشكل تاع البشره لمعالجه عده مشاكل على مستوى هذه البشره. مشاهدينا، الان راح نتكلموا على تقنيه من تقنيات المساعدة على الإنجاب ولا لابروكرياسيون ميديكالمون أسيستي. هذه التقنية هي التلقيح الاصطناعي المجهري ولا لافيل. وقتاش نروحوا للتلقيح؟ نروحوا للتلقيح إذا درنا كما قلنا لانسيميناسيون 3 فوا 4 فوا، يعني درنا التلقيح الموضعي 3 فوا 4 فوا وما كانش الاصطناعي البسيط بسيط، خلاص نروحوا للتلقيح. دكتور هيلب، نهار السبت 8 تاع العشية على شروق تيفي.